إدريس الأزمي من فرخ بن كيران إلى نصر من جوارح البلجيك. مسار إدريس الأزمي البلجيكي يشبه مسار اللوية أو نبات اللبلاب، وهو نوع من أنواع النبات المتسلق الذي يتسلق فروع ويلتف حول سيقان الأشجار والجدران والنوافذ والسقيفات. وتتمتع سيقان هذه النباتات بخصائص متطورة في مقاومة السحب والالتواء والامتداد، ولا تقتصر طريقة التسلق على الالتفاف فقط، حيث توجد مجموعة طرق أخرى للتسلق لا بأس بها، كما تستخدم غيرها من النباتات الأخرى والصخور والهياكل التي يصنعها الإنسان لتقديم دعامات النمو لها. مسار الأزمي يلتقي مع مسارات العديد من صخور حزب العدالة والتنمية الذين انقدوا على المناصب البرلمانية وتسلقوا الكراسي الوزارية في لحظة فراغ سياسي ومرحلة كساد حزبي. من مواليد 16 شتنبر 1966 بفاس، رجل اقتصاد ودكتور في الكيمياء، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية. في 3 يناير 2012 عين وزيرا منتدبا لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في حكومة بن كيران ومن مريديه. لذا كان من الطبيعي أن يكون من المعارضين لتنحية عبد الإله بن كيران، وتربطه به قواسم مشتركة أهمها دفاعه عن الريع والبلجيكي. تولى منصب عمدة فاس في 4 شتنبر 2015، وبهذا يكون الأزمي قد امتلأت بطنه بكل أنواع البلجيكي، وتسلق مختلف المناصب برلماني، وزير، عمدة، بالإضافة إلى المهمات القيادية بحزبه. يبدو أن الأزمي مكلف بمهمة سرية فوق العادة بالبرلمان من بارون البلجيكي وكاهن البيجيدي الأعظم عبد الإله بن كيران، الذي يقرق على سلة من بيض طائر البلجيكي النادر في مسكنه بحي الليمون. الأزمي ليس سوى فرخ صغير وسط حديقة طيور البيجيدي يتمرن على الدروس الأولية للطيران من المقلة. من هنا نجد تفسير هذه الغضبة لإدريس الأزمي في البرلمان وهجومه على النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانه الحرب على رموز النشطاء الفيسبوكيين والدبخشيين الذين يتربصون بالبلجيكيين. إنها حرب تكسير عظام يقودها مصر بلجيكي ضد طواحين الهواء، لكن يحسب للأزمي أنه هو من أدخل مصطلح البلجيكي والدبخشي في معجم البرلمان. غوغائية إدريس الأزمي لم تكن إلا سبباً في تصفية معاشات وتقاعد البرلمانيين، وما أكثر الغوغائيين في البيجيدي عبيد البلجيكي أكثر من أي إله آخر.